احنا يمكن مصر ايضا وضعت على انها واحده من اهم الدول اللي هتكون منتجه لموضوع الهيدروجين الاخضر، وده يمكن من برضو الوكالات العالميه، ويمكن انا دايما هبقى حاطط في كل سلايد المصدر العالمي اللي بيتكلم على هذا الموضوع، مش احنا اللي بنتكلم، العالم شايف مصر ازاي. طب مصر بتعمل ايه عشان تواجه التغيرات المناخيه؟ الحقيقه من اول لحظه كان توجيه القياده السياسيه لازم يكون هناك اطار مؤسسي بيحكم هذا الموضوع. فالحقيقه احنا تم انشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخيه برئاسه رئيس الوزراء وعضويه الوزراء والجهات المعنيه عشان يضعوا العديد من المهام المهمه جدا لموضوع التعامل مع التغيرات المناخيه. احنا بنتحرك على 5 مسارات رئيسيه. اولا احنا حتى واحنا بالنسبه ان مساهمتنا في الانبعاثات قليله جدا، ولكن اغلبها كان في الطاقه التقليديه، فابتدينا نتحرك ازاي نرشد استخداماتنا واستهلاكاتنا للطاقة التقليدية اللي هي من البترول والوقود الأحفوري، وبنتجه بقوة لموضوع استغلال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وإزاي إن احنا نشتغل على فعلا الاستفادة من الطاقات الجديدة والأقل انبعاثا للكربون، والاعتماد على نفس هذا الكلام وتقليل عملية نقل الطاقة، يعني نحاول نولد الطاقة في مكان ونستخدمها في نفس المكان، لأن كل ده ليه مؤشرات جيدة جدا وإيجابية. احنا بنطلق أو أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال هذا المجلس، بننفذ مشروعات عملاقة هتكلم عليها بالتفصيل، سواء في عملية التكيف أو في عملية تخفيف حدة التغيرات المناخية. إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، مصر كانت أول دولة بتصدر سندات خضراء بناء على مشروعاتها، وفعلا أصدرنا هذه السندات وكانت أول دولة، والعالم كله أشاد بهذا الموضوع.